مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تي في مباشره معكم من وسط المدينه بالضبط مدخل دارشينايا بونجور. شوفوا الفوضى ديال اصحاب التغطيات، يعني خلينا هذا الاسباس قليل اللي غادي يزمر السياره. السيارات صعيب باش يدوزو من هذا المكان مدخل 11 يناير. كبيرة كيخلقوا واحد الفوضى، خصوصا الغوت وداك الشيء، زعما الناس كيتشكاو هنا بزاف من حولهم جميع البلايص ولكن بدون جدوى. مشاهدينا الكرام، إلى هنا ينتهي هذا البث، وإلى اللقاء.